بالمناسبة دي معايا الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البرلمانية المصرية. ألف مليون مبروك يا فندم، شرفتونا ورفعتوا راسنا. الله يبارك فيك، وإن شاء الله دايما كده نبقى عند حسن ظن الناس كلها. يعني الحمد لله رضا من الجماهير المصرية ومن الشعب المصري على أداء لاعبينا في دورة الألعاب البرلمانية. عايز أعرف كمان رأيك إيه في مشاركة مصر في دورة الألعاب البرلمانية باريس 2024؟ يعني مش عايز اقول ان الواحد فخور بالبعثه المصريه، فخور باللاعبين واللاعبات، الانجاز اللي حققوه انجاز كبير جدا. لكل من شارك في هذه البعثه ادى الدور اللي عليه، يعني وزياده كمان، التزام، حماس، مثابره، يعني كل بعثه كانت كلها على قلب رجل واحد. يعني الواحد فعلا بيحييهم وفخور ان هو موجود معاهم في وسطهم، لانه عملوا فعلا انجاز كبير جدا. اصلا التاهل للدوره الفرنسيه ما بقاش سهل، بيمر بمراحل كبيره جدا علشان يتاهل. فالنهارده كون يتاهل لاعب بارالمبي للدوره الفرنسيه ده في حد ذاته انجاز كبير جدا. صحيح. وتحقيق نتائج والميداليات ده انجاز اكبر واكبر في تحقيقه. وبصراحه هم عاملين مجهود ممتاز خلال السنتين اللي فاتوا او الثلاث سنين اللي فاتوا من دوره طوكيو لغايه النهارده. فالحمد لله وصلوا لانهم يحققوا اللي كانوا بيطمحوا انه يحققوه، اللي كان مستهدف منهم. كنت بقرا منذ لحظات تهنئه الرئيس عبد الفتاح السيسي لابطالنا في دوره الالعاب البرلمبيه، وتحدثت عن اهتمام الدوله الكبير باصحاب القدرات الخاصه في السنوات الاخيره، وشفنا ثمار ده في دوره الالعاب البرلمبيه. يا فندم رايك ايه؟ بصراحه يعني التويته وتهنئه فخامه الرئيس يعني كان ليها اثر كبير جدا على كل فرد من افراد البعثه، لاعبين ولاعبات واداريين واجهزه فنيه ومجلس اداره. كان ليها وقف، وعلى مش بس على البعثه، لا كان على المجتمع البارالمبي كله، على الاتحادات الاولمبيه، الاتحادات البارالمبيه، الانديه. يعني دي بتوري قد ايه اهتمام فخامه الرئيس بالرياضات البارالمبيه والاشخاص ذوي الاعاقه وقادرون باختلاف، وقد ايه الدوله مهتمه اهتمام كبير جدا بهذا القطاع. ويعني ودور فخامه الرئيس في الموضوع ده من خلال الحفله اللي بتتعمل كل سنه قادرون باختلاف، وان هو يقعد معاهم فترات طويله، دي يعني خلت الرياضه البارالمبيه ليها شكل تاني خالص. يعني فعلا التهنئه دي كانت يعني ليها اثر يعني ما الواحد مش قادر يوصفه. طيب دايما بقول انه ابطالنا البارلمبيين اكيد بيواجهوا صعوبات كثيره جدا، وبطبيعه الحال هي ربما صعوبات جسمانيه، صعوبات في الحركه، مجهود مضاعف عن اي بطل اخر بيعملوه عشان يشرفوا بلدهم، واكيد قصص ملهمه كثيره شفتها يا فندم وتعاملت معها عشان نوصل لهذه المرحله العظيمه. دي حقيقه، دي الكلام اللي انت بتقوله حقيقي. التحديات اللي بتقابل البطل البارالمبي بتبقى تحديات كبيرة جدا، تبتدي من خروجه من بيته عشان يمارس رياضة، ثم بعد كده الاشتراك في الأنشطة المحلية، ثم الاشتراك على المستوى الدولي، ثم تأهيله انه يبقى بطل بارالمبي وعضو في المنتخبات القومية. دي مشوار صعب ومش مشوار سهل. يعني بصراحة يعني بيعملوا مجهود أكثر من رائع ومجهود كبير جدا. بنحاول ان احنا نوفر كل الامكانيات اللي ممكن تخليه يتمرن بشكل جيد ويتمرن بشكل مستمر. وعشان كده في خلال الفتره اللي فاتت، ان احنا النهارده اختيار المنتخب القومي يعني تم اختياره من اكثر من سنتين وشويه، وموجودين في معسكرات مغلقه في المركز الاولمبي في المعادي او في صاله حسن مصطفى خلاص من في حوالي سنتين وشويه، بيخرجوا بس الخميس وجمعه ويرجعوا تاني يتمرنوا. بالاضافه لاشتراكهم مثلا في البطولات الدوليه، اشتراكهم في بطولات العالم عشان يتاهلوا. فده مشوار مش سهل، مشوار صعب جدا جدا جدا. صحيح. بالنسبه للبطل البارالمبي يعني. صحيح. هو بالتاكيد اتفضل يا فندم. يعني واحنا بنحاول ان احنا يبقى في المستقبل يبقى الخطه بتاعه اللجنه البارالمبيه طبعا بدعم وزاره الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي، ان احنا نوصل لل 28 محافظه. هي. من خلال مراكز التابعه لوزاره الشباب والرياضه. عظيم. وفي مشروع ان شاء الله هيتم الاعلان عنه قريبا جدا علشان ننشر الرياضه البارالمبيه، بدل اللي يمارس الرياضه النهارده
20 ولا 30 ألف، لا احنا عايزين نوصل ان النهارده ال 12 مليون مصري اللي عندهم اعاقات مختلفه يقدروا يمارسوا رياضه بشكل سهل وجيد باذن الله ان شاء الله. اهو ده خبر مبشر جدا يا دكتور حسام، مش هقول لك على تفاصيله لو امكن تقول طبعا يا ريت، لو لسه هيتم الاعلان عنه فتمام. احنا مش يعني عايزين يعني نخليها مفاجاه اما نرجع ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى في مؤتمر صحفي كبير جدا لاعلان عن المشروع ان شاء الله، طبعا في وجود الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وقيادات وزاره الشباب والرياضه. طيب دكتور حسام، بالتاكيد في خطط لتكريم هؤلاء الابطال لما يرجعوا ان شاء الله مصر ومكافئات، اكيد هل في لائحه بالنسبه لهذه المكافئات، خطط التكريم الفتره اللي جايه عشان كمان يبقوا مطمنين وفرحانين كمان وفخورين؟ لا هو طبعا برضو من ضمن يعني الحاجات الممتازه اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت انه النهارده مساواه الابطال الاولمبيين بالابطال البارالمبيين، او مساواه الابطال البارالمبيين بالابطال الاولمبيين، فالمكافاه اللي هياخدها البطل الاولمبي هياخدها البطل البارالمبي. عظيم. ودي طبعا تحسب للدوله المصريه وتحسب لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوله رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضه، في النهارده ساووا ما بين البطل الاولمبي والبطل البارالمبي، فالمكافاه مثلا اللي هياخدها البطل الاولمبي اللي هتوصل 4 مليون هياخدها البطل البارالمبي 4 مليون في الميداليه الذهب، و3 مليون في الميداليه الفضه، و2 مليون في الميداليه البرونز. وده طبعا يعني حاجه يعني الواحد ان هو فخور ان النهارده بقى في مساواه ما بين الابطال الاولمبيين والابطال البارالمبيين في المكافآت. وطبعا يعني الدكتور اشرف مهتم جدا بتكريمهم التكريم اللائق، هيبقى في استقبال رسمي في المطار في وجود في رجوع البعثه يوم الثلاث 10 سبتمبر على الساعه 9:30 بالليل. 9:30 بالليل يا فندم، معلش قول التاريخ تاني عشان الجماهير المصريه كمان تكون يوم مستقبلين. يوم الثلاث يوم الثلاث 10 سبتمبر الساعه 9:30 بالليل ان شاء الله نوصل القاهره ان شاء الله. الجماهير المصريه تحتفل بتوعنا شاء الله. وان شاء الله يعني يتم تكريمهم زي الابطال الاولمبيين بالظبط باذن الله. دكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبيه المصريه، بهنيك وبشكرك على هذه المداخله، شرفتونا ابطال، رفعت راسنا للسماء، ربنا يا رب يديكم الصحه والعافيه ودايما مشرفينا ورافعين راسنا.